فيما يخص الأدوية اللي لها علاقة بالستات، البشرة، الفيتامينز، بتحرصي على إنك تاخديها ولا لا؟ ليتلي لما بدأت، يعني لما دخلت في الثلاثين قررت إن أنا لا دلوقتي ابتديتي تاخديها. يعني ابتديت احط، انا بعشق الكريم عامه، بس ما كنتش بهتم بالحتت بتاعه الرينكلز، بالحتت دي لا. بس الكريم انا يعني والبارفان عندي مشكله في الحاجتين دول. باكلهم مش بحطهم. عندك يعني بالعلب عندك؟ بالبيت. يعني طول ما انا قاعده تلاقيني بلايط في نفسي يعني بدهن نفسي. بس لا ليتلي بقالي مثلا سنه، لا يعني كل ما سافرت تلاقيني اروح اسال ما مش فاهمه. فابدا اسال بقى، يعني اقول لهم ده اعمل ايه وايه الاحسن، وعشان ما فيش حاجه يعني مش عايزين نضطر الحقن بدري، فنحاول بالكريم والفيتامينز. ما عملتي اي عمليه تجميل قبل؟ لا هنا. نفسي نفسك ليه؟ لا ايه السنه اللي فاتت بعد ما عملت المسلسل كذا حد قال لي كومنت على مناخيري، يعني في ناس كانوا فاكرين ان انا عامله مناخير كده من هنا، ما بيجمعوا شوي عندي ده غضروف، لاني اكشلي رحت للدكتور فسالته، يعني بس دي شبه مناخير جدي الله يرحمه بالظبط. فده غضروف اللي خوفني ان انا اعملها، لانه قال لي انا اول مره اشوف الغضروف ده في حياتي، فقلت لا اول مره هيجرب فيا. هو خليهم شايف غضروف بس بالشكل ده ما فيش. خليهم موجودين. بس انا مش ضد عمليات التجميل، بس مش يعني نفسي اعملها، بس حاجه في الوش خايفه عشان ممكن تغير لك ملامحك. اكيد هيتغير وشك اساسي يعني بشغلك وبعملك. ما هي دي الفكره. فهو ده بس اللي مخوفني. على كل مبكر كتير على عمليات التجميل.